أبو الخير طلع بواق يا عواد. هرب هرب قبل ما أجي لأني كشفته. واحد كذاب، مو هم الرجال اللي تحارب الفرنساوي مثل ما قال إنه النذل. الغريب غدر بينا، غدر بينا يا عواد. وشلون هرب يا شيخ؟ وش سوى؟ جاني وقال لي أبركب الخيل وأروح. قلت له روح على نيتي، ماشي على راحتي. إيش مدريني إنه ضامرني ضميره؟ إيش مدريني يا عواد؟ حاسس لكم انه كل اهل الحاره شاكين فيني وعم يراقبوني. ومين اللي كان لحق؟ عتمي هذا صياح الواطي هو اللي بعته وراك. انت لا عاد تجي لعنا الا بالليل، وطلع هيك عم تتلفت حواليك مشان ما حدا يلطشك غدر. ايه بدي دير بالي من كل اهل الحاره. الله معك، الله معك فيصل. روح الحارة هلا والزق بالقهوة ولا تتحرك عشان ما حد يشك فيك. ماشي، السلام عليكم. الله معك والألف داعي لك فيصل. والإكرام. صرنا زمان ما دخلنا. صياح شنو اجله قرب، لازم نعمل قصة نلهي فيها كل أهل الحارة مشان نساوي شغلتنا. القصة جاهزة، قلتلك هيك بيحملني يشلحني بالحارة وتعال. ما قدرت أطخ عليه يا عواد، ما قدرت، خفت انطخيت عليه بالرصاص يتصاوب مشاري. النذل يتحامى بولادن صغير، ما هو برجال. النذل ما يتعلم الطيبة، ولو عاش عمره كله مع الناس الطيبين. بإذن الله مشاري يرجع سالم يا شيخ. هو مقتول مقتول، وأنا بيدي راح أقتله. بإذن الله ما حد يقتله غيرك يا شيخ. يعني فهمني انت وياه، شو منستفيد من هيك قصة؟ هلا اذا فضحنا ريحانة بالحارة ما رح يسكت لها، رح يروح يشخد. يا لطيف، فكرة جهنمية. ايه لا جهنمية لكان. ويا فهيم انت وياه، شلون بدنا نوصل قصة ريحانة لأهل الحارة؟ انت سألتني؟ أنا سألتك، جاوبني. ما قدر يتحرمتك. شو؟ شو عم تقول؟ حامد، أنا حرمتي ما بدي فوتها بقصصنا. هلا كداس لا تعمل لي فيها مرتك، خايف عليها وعلى شرفها وعلى دنيا ودنايا وليل ونهار وحكي ناس وما بعرف شو. أنا وياك كتير منعرف ليش أنت تجوزتها. ما عم بعمل لك قصص وناس ودنيا ودنايا وما بعرف شو.
بس خلي حرمتي برات الضرب. شو بدك منها؟ قلت لها تروح على بيت أبو عزة وتحكي مع بنته. أنا بدك ياني ابعت حرمتي على بيت أبو عزة؟ ما أنا غير هذا الحل. هذا فيصل في بعقله شي يا بيك. ليش شوفي شو صار؟ لحقته راح اول شي على سوق الها وسلم على رفقاته البياعين واحد واحد، والانكى من هيك ما اشترى شي يا بيك. حلو، بعدين؟ بعدين راح على سوق الحمام وشاف كل انواع الطيور وقعد يتفحصهم طير طير، ويقيم من هون ويشيل من هون، يقيم من هون ويشيل من هون. والله جنني يا بيك. أحليين. وبعدين؟ وبعدين راح على سوق الخضرة واشترى بطيخة على المكسر وأكل حز منها وقعد يفتل بالسقايق يا بيك. والله العظيم يا بيك، والله العظيم تكسر رجلي وأنا ألحقه من سقاق لسقاق ومن قرنة لقرنة. ولك يعلو قلبك عليت قلبي ليكون انتبه لك وعمل القصة كلها. لا شو انتبه لي ما انتبه لي، ما خليته يلمحني بنوب بنوب. وهلأ وينه المحروس؟ شح وقاعد بالقهوة عم يشرب شاي ويدخن أرجيلة. ايه ان شاء الله سمي الهاري. روح تيسر انت. السلام عليكم. وعليكم السلام. عن جد بنت أبو حمدي هيك صاير فيها ابن عمي؟ ما بحب أحكي بأعراض العالم، بس لأنك أنتي أنا ما بخبي عليك شيء. إيه هيك صاير فيها؟ أنتي بتعرفيها؟ لا ابن عمي أنا ما بعرفها، وبكل حارتكن ما بعرف غير بيت الست شهيرة وبيت أبو عزة الله يصطفل فيهم. متضايقة منهم ما هي؟ ولو بصح لي كنت حرقتهم حرق. لأنه طلقك بلا سبب. الله لا يوفقه لا هو ولا أبوه. بتقدري تنتقمي منهم كلهم ألم قايم وتقلبي الحارة فوقاني تحتاني، وأولهم هدول بيت أبو عزة. وشلون بدي انتقم منهم ابن عمي؟ الحكي اللي قلت لك يا على الريحانة بتروحي بتقولي لبنت حماكي. بدك يعني روح شوف عفاف وروح لعندهم على الحارة؟ بتروحي لعندهم على البيت بحيث ما يكون في حدا بالبيت، بتحاكيها من باب سقاق وبترجعي لعندي، لا حدا شاف ولا حدا دري. ايه بس هيك أنا شو استفدت؟ ما أخذت حقي من عزه؟ لا بالعكس، أخته العزو رح تنقل الخبر لصياح، وقتها رح تعلق بين مين ومين؟ بين عزو وصياح، ورح تكبر المشاكل وما بتعرفي لوين بتوصل. والله باينت القصة كتير كبيرة يا ابن عمي، ورح يصير فيها قصر قاب. إذا شفت الأعمى طبه مانك أكرم من رب. العمى، العمى على هالخبرية. شو؟ رح بتروحي على الحارة؟ معلش ابن عمي، اتركني فكر شوي. إيه، فكري. أي وصلنا بخير وسلامة. الحمد لله على السلامة يا مشاري. الحمد لله على السلامة. راح تنبسط عنا هون بالقعدة. صحيح المكان مو قد المقام بس راح يعجبك كتير. أهلين بطويل العمر والله. أهلين وسهلين. جرب زين. تعال
هذا هو البستان. لوك تعال قرب، لا تخاف. تعال امشي. ولاني حبيتك كل حدا ازاكي بدي طالع من عيونه عامس، واولهم هدول بيت ابو عزه. الله يخلي لي اياك يا ابن عمي وما يحرمني منك يا رب. شو موافقه سهوم تروحي؟ موافقه. قومي نام لاني انا بدي فيق على بكير مشان اصلي صلاه الصبح حاضر. يلا ابن عمي سبقني لحقتك. هارون قداس حامد، انا ذبحكن والله لبسعكن الدم والله. غشمة وبدهم فت خبز كتير. الطمع ضر ما نفع. يلا راح القليل وبقيل كتير. جوعان؟ لا يا طويل العمر، طويل العمر جوعان؟ يمون هالعين قبل هالعين. أحضر لك أحلى عشاء. تعال يا حبيبي تعال. تعال لا تعال تعال معي. الله يرحمك يا ماجد، منيح انك بدت وما شفت مين وسخ لك دكانتك. حرمك كان ناقصها غير امرجيه وسكرجيه. نقطنا بسكوتك جميل. الحق مو عليه، الحق اللي جابه لهون على الحاره وخلاه يستاجر دكاني. شو بدنا نعمل؟ الله مو كاتب لهالحاره انه تنضف. لك انت شو بدك من الاخر؟ شو بدك؟ لك ما عندك شغلة تشتغل قاعد عم تشتغل بالعالم؟ لك شو بك؟ انت شو حشرة؟ هذا جاب اسمك شيء؟ هذا جاب سيرتك؟ خلصنا بقى جميل خلصنا. مين كان بيعرف انه محجوب رح يطلع امرجي؟ قل لي لشوف مين؟ شو ما في كبارية بالحارة؟ مو لازم كل واحد يجي لعنا نسأل عن قصته وفصله؟ هلا صار اللي صار وانت لا ترش على الموت سكر؟ عمرك عمي عمرك بنت علينا. عشنا وشفنا والله. يلا يا جماعة يلا كل مين على شغله يلا يلا الله معكم. من شان الله ما عاد عيدها يا سيدي. من شان الله انت ما بتعرف شو عقوبة لعيب القمار ولا محجوب. بعرف سيدي بعرف، ما عاد عيدها. هيك يعني لأنه الشغلة على كيفك. شو يعني سيدي؟ يعني بدي حولك على القلعة. بوس ايدك يا سيدي لا تحولني على القلعة. ما بقدر لأنه كمشتك يا محجوب انت ورفقاتك بالجرم المشهود. ما بقدر.
دبرها سيدي دبرها. يلا أمري لله، بس لا عادة تعيدها محجوب. أمرك سيدي أمرك. عسكري يا عسكري. أمرك سيدي. خدوا على النظارة خدوا. امشي معي يلا. لسه ما صاروا 3 أيام سيد صخر. أنا مو مشان هيك جاي لعندك مزار بيك. تفضل أمور، شو طلبها؟ ما يأمر عليك ظاني. أبو الرجا شو أخباره؟ والله بدعي بسلامتك. ومنين أنا بدي أعرف شو أخباره؟ مزار بيك أنت أكيد ما بتعرف وينه؟ ولا عم تخبي علي؟ لا لا صخر، مو أنا اللي بنحكى معي هيك. أنا مثلك وأكثر منك حابب خلص هالأمي من شره هو وكداس وحامد. هذا الواطي الندل يلي عمله فيني ما بينتسى، وبس شوفه صدقني لحتى قتله بيدي التنتين. الله يكون معك وينولك مرادك. مزار بيك بترجاك، بس عرفت عنه شيء أو حدا خبرك عنه شيء تخبرني، وبكون ممنونك طول العمر. من عيوني التنتين. تسلم عيونك. يلا بتسمح لي؟ لا لا والله ما بتقوم. تتضيف. شو صار الضيافة يا جماعة؟ شو عليك؟ شو أخي؟ ساتك مالك ناوي ترجع مرتك؟ أنا بقول لك أخي، قول إنك ظلمت حالك وظلمت صياح. إي والله يا أخي، أنا بعترف إني غلطت مع صياح، والأكثر من هيك إني غلطت مع فتحية. هذا الحكي المزبوط أخي، أنت وكل حدا ظلم على صياح لازم يحس بغلطه. معك حق أخي، معك حق. لك يقبرني ربك، هاد جمله اللي أنا بعرفه. بدك شي أخي؟ لوين أخي؟ أنا رايح رجع مرتي. هذا الحكي اللي بينسمع. موفق أخي. يا للرز يا للبن، لإليانا إليانا، بتحطلي المبعوسة والممعوسة؟ والله أزرق شي عم بحط مكان عمي. شايفك أنا عيوني عليك 10 على 10 لك. السلام عليكم يا رجال. عليكم السلام، أهلين عمي جميل، أهلين شرفت نورت. أهلين. على راسي يا عمي بحط. أهلين. شو صياح؟ ما بدك تدي السلام على أخوك جميل؟ والله يا جميل، أنا ما بشتغل على كيفك. يعني مو امتى ما بدك انت بتسلم، مو امتى ما بدك ما بتسلم. معك حق، كلامك على راسي من فوق، بس انا بدي اياك تروح معي لعندكم على البيت، عاوزك بجوز كلام. مشان شو؟ لا انا بعرفك قبضاي، والقبضاي بينمان عليه، مشان هيك امشي معي لعندكم على البيت. صياح الله يرضى عليك، روح معه، انتوا اهل وحبايب ونسايب يعني. يا بنا روح. اكمي دير بالك على الدكانه، انا مراجع اليوم الدكانه بعيون الصياح. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلامه. الله يهديك. شرف عمي. تسلم ايديك. شو حط لك لسه عمي؟ بدي رطب ونص كوسه، لانه بدي اعمل النزله، بدي اعمل كوسه محشي دايل عندي حماتي فهمتها. على عيني راسي، على عيني راسي عمي. قلت لك بدك جنايه على البيعه، الله يرضى عليك. لا تحسبهم سيف سيف هيك، هدول هيك يعني. الله يوفقك، قد ما بتقدر عجل واستكري لي بيت بقى يا هارون، بعيد عن هون. طولي بالك علي، لك طولي بالك علي يا ست راسي انتي. رح استكري لك احلى بيت بالشام كلها، بس لاخذ مصرياتي من حامد وكداس. وامتى؟ امتى بدك تاخذ مصرياتك من حامد وكداس يا هارون؟ امتى؟ وبعدين امتى بدك تكتب كتابك علي مشان صير ناديلك ابن عمي؟ طولي بالك علي شوي هوريه، شوي صغيره. رح استكري لك احلى بيت، ورح اكتب كتابي عليكي، ونعيش انا وياكي بسبات ونبات، ونخلف ذكوره وبنات. وحامد وكداس ما عاد بدي اياهم، لكن ان شاء الله بتقبري عظامي. ايه حوريه تشكل قاسي،
تشكو القاسي. يا رب يا رب تهون علينا يا رب. مهوني حورية، مهوني بإذن الله مهوني. طعميني وحدة تانية إن شاء الله بتقبري قلبي. قولي على بعضي إيه؟ والله ما بعرف شو بدي أقول لك يا مرت عمي. شو ما حكيت ما بكفي. أنا غلطت. غلطت بحق صياح وفتحية. غلطان ومحقوق كمان. والله يا جميل لو ما بعرفك ابن أصول وابن عيلة فلا برجع لك إياها أبدا. الله يعزك يا مرت عمي. الله يعزك ويطول بعمرك يا رب. خلاص جملو بتروح بتجيب الشيخ برد لك حرمتك وتاخذها على بيتك. أمرك أخي صياح. الأمر لله. بعد المغرب بيجي وبجيب الشيخ معي وبرجع فتحية والولاد. شو مرت عمي؟ سامحتيني؟ الله يسامحك يا ابني. سلام عليكم. وعليكم السلام. علي صهر شرفت. الله معك. علي جملو. الله يهدي بالكم يا رب. الحمد لله الحمد لله. ألف مبروك تقبريني. الله يبارك فيك يا مو. إن شاء الله ألف مبروك حبيبتي. الله يبارك فيك. والله جوزك يا فتحية ما صدق ركض ركيد ليجيب الشيخ. يا مو ساوي لنا شاي لأخوك. تكرم عينه يا مو. هلا من عيوني بدي أعمل له. لا ولا ما روح. اي بس اذا ما رحت كداس رح يزعل مني كتير. لا يا سيام روحي وقلي له. معلمي شو بك يا سعاد؟ انت مو مبارح جبت سكر وشاي وقهوه وخسكار كامل للقهوه؟ بلا. طيب وينه؟ ما لقيت شي يا معلمي، وانا هلا ما عندي شي اقدمه للزباين، لا شاي ولا سكر ولا قهوة ولا حتى مليسة. شو هالحكي؟ وين راحوا؟ الله وكيلك ما بعرف. حدا فات لجوات القهوة؟ ما حدا عم بيفوت إلا أنا وزهري. زهري يا زهري. مور معلم. وين السكر والشاي اللي جبتهم مبارح؟ ما بعرف. أسعد هو اللي مستلم هون، أنا ما دخلني فيه. شي وين راحوا؟ خير إن شاء الله. والعمل هلا معلمي؟ مسيك هاي مصاري وروح جيب لنا نمشي حالنا اليوم، وبكرة أنا بجيب حسكار كامل بدال اللي انسرقوا. أمرك معلمي. الله يعود عليك. السلام عليكم. وانت فوت شوف شغلك. أمرك جاي ريح ضميري وقول لك على القصه اللي صايره مع جوزك يلي قهرك وعذبك يا عفاف. ايوه قصه. شو قصه صايره مع مرته ريحانه؟ هو ساكت عليها هيك لكان. فوتي فوتي لجوا واحكي لي اياها جوا. لا 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 معلش ما بدي فوت، بس جاي احكي لك السيره بالتفصيل مشان تاخدي حقك من جوزك ومن مرته الجديده. خلصينا احكي شو في عندك. كثير من المرات كان يلحقني. مرة كنت أجمع الحطب لحقني وطلب مني أتزوجها. وليه ما قلتي لي يا شمسة؟ ليه خبيتي علي؟ خفت
شنو خفتي؟ خفت ما تصدقوني، خفت راشد ما يصدقني، ترموني بيه أو تلحقني سالفة. هداك شاء الله يا شمسة، هداك شاء الله من يوم يوم يا صدقك. والله أنا يا صدقك استاهل الموت يا منال، استاهل الموت. يا ريتني خبرتك بعد الشر عنك. الله يهديك للنذل، رد اللي مشاري سالم غانم يا رب يا رب. يا لطيف، شو هالقصة اللي اجيتيني فيها يا سهام؟ بس ما بينسكت عنا ابدا. بس صياح لازم يعرف، مشان يعرف شو حاوي عنده. السلام عليكم يا اخي. وعليكم السلام ورحمة الله. مريني أختي، شو طلبك؟ يا أخي أنا مرته لمحجوب اللي استكرت دكان عنكم بالحارة. أهلين أهلين أختي، أهلين وسهلين. يا أخي بدي أسألك، زوجي ليش مسكر الدكان؟ والله يا أختي يعني بصراحة محجوب محبوس بالكركون. شو عم تقول؟ طب شو عامل هو؟ والله ما بعرف شو بدي لك أختي. روحي انت على الكركون واساليهم شو عامل. طيب يا اخي كتر خيرك. الله معك اختي، الله معك. لا حول ولا قوة الا بالله. بعد كل شيء سواه فيكي جاية تترجينا انه نحن نكفله لحتى يطلع من السجن؟ محجوب جوزي وابو ابني، وانا متاكده اذا طلع من السجن رح يمشي على الصراط المستقيم. لك يا بنتي ما حدا بيتغير، تركيه بالسجن بركي بتربى. يا خانم انا من بعد الله مالي معين غير جوزي. طيب انا رح شوف مظهر بركي هو بيحل القصه. الله ييسر لك امرك ولا يحيجك يا حدا يا خانم. صياح يا صياح اجت عفاف. اهلين والله بنت المختار. اهلين فيك. خير؟ جاي اقول لك كلمتين وروح. ايه احكي. ما بحكي هون، ما بحكي الا بقوطي ومن دون ما يلحقنا حدا او يسمعنا. شرفي خليكي هون.
هاي صرنا لحالنا. احكي. أنا بعرف كل قصتك مع ريحانة يا صياح. أنا قصة؟ قصة جوازتك منها وشو صار معك؟ احكي، شو بتعرفي؟ أنت تجوزت ريحانة مرأة وما لبنت. ليه جايبة هذا الحكي؟ ومين اللي قال لك يا؟ ولك احكي. طيب طيب رح اقول لك كل شيء بعرفه، بس ما فيني اقول لك مين اللي قال لي لانه حلفوني انه ما اقول لحدا. احكي. طيب بحكي بس فلت ايدك. هي ريحانه كانت بزماناتها. ريحانه عاش تهزي، طولي بالك. شو جابها هلا هي؟ يمكن جاي تحل المشكله بينه وبين صياح. بالله شو تحل المشكله؟ بتقعد هي وياه بالاوضه لحالهم. يو لا تنسي انه عفاف لساته على عصمته. بعدين انت مو قبلانه انه ترجع له؟ قبلانه قبلانه. شو صار معكم يا بنتي؟ ما صار شيء. يو لكن شو كنت عم تحكوا انت يا بالغرفه؟ فهمونا شو السيره. كل يلي فيني الكون يا انكم بدلتوني ببنت ما لها مربايه مثل ما تربيت انا. سدي حالك وليه؟ شو قصدك عفاف؟ خلي ابنك يقول لك. شوفي ولي عفاف، والله والله اذا بترجعي لهون لك اكسر لك رجليك تنتهي. لا حول ولا قوه الا بالله. شو هالقصه هي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. شو القصه يا مو؟ فهمني، شو هالحكي اللي حكيته عفاف؟ فوتي على الاوضه. مشان شو ابن عمي؟ عم اقول لك فوتي. لا حدا يقرب على اوضتي. ليش ابن عمي؟ عم اقول لك البسيها. مو لا اعرف الاول ليش. شو عامل معك حامي؟ ما عمل معي شيء ابن عمي. احكي، شو عامل معك هذا الواطي؟ عم اقول لك ما عامل معي شيء. مو عامل معك شيء؟ شو عامل معك؟ شو عامل معك؟ شو عامل معك؟ شو عامل معك؟ صياح يا اخي على حب الله افتح الباب. ولي ضايع عليك صياح افتح. يا اخي شو عم تعمل يا مان؟ صياح لك شو عامل بالباب؟ صياح صياح الله يرضى عليك افتح. يا صياح 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 يا مو الله يرضى عليك. صياح حول ولا قوة الا بالله. روحي 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 افتحي الباب. صياح 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 لا تلفي يا قتل لبيحة. يو 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 ليش عم يقتلها؟ والله ما بعرف. اجت عفافه من شوي الله لا يوفقها فاتت على الغرفه بدري شو حكت معه لصياح بعد منها راحت ونزل فيها قتل مجنون وفلتة لم يأذيها للبنت. شو بدي ساوي يا مسعد؟ خلص روحي انت روحي تقبريني. ما يومي موتها لكن روحي روحي تقبريني الله يوفقك. لا اله الا الله. صياح صياح يا ابو صياح يا صياح يا الله صياح يا مصطفى.
هذه لشوف شو صار بينك وبينه. لك احكي. راح احكي. كنت شوفه بالليل بس ينام وأهلي. ايه. ومرة صار الغلط بيناتنا. وانا بتقليلي وقعت انت وصغيرة مو هيك يا عايبة؟ بوس ايدك تسامحني صياح. بوس ايدك تسامحني. انت شو مفكرتيني؟ فكرتيني بلا شرف؟ فكرتيني اجدب لحتى ابقى معك؟ بوس ايدك تسامحني. بوس ايدك تسامحني. قومي ولي. قومي. امشي. بحياته ما عاد يلعب قمار. وانا كفالتك بضمنها مظهر بيك. وهلا رح اخلي سبيل محجوب فورا. سميح. امرك سيدي. اخلي سبيل محجوب. حاضر. تفضلت. تفضلت يا افندي. شرفت مظهر بيك. شكرا. شو عملت؟ شلون بروح وبحكي هالكلام؟ بركي كانت سهام كذابة. حتى لو ما كانت كذابة ما بصير روح واحكي بعرض البنت. والله ليروح رقاب من ورا هالشغلة. مرة يا محجوب الله تلطف فيك وطلعتك كفالتي. وإلا كنت خيط الحبوس. بس مرت الجاي إذا بتعيدها أنا لذات نفسي رح أعاسبك وحسابك رح يكون عسير. فهمت؟ أنا تبت وما عاد ألعب قمار ولا أقرب على الحرام بنوم يا مزار بيك. وهذا اللي أنا ناطره منك. دير بالك على بيتك وعيلتك. مالهم غيرك. يكتر خيرك مزار بيك. يلا الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ما عرفتي ليش كان عم يضربها؟ والله ما بعرف. بس ام صافي قالت لي انه عفاف اجت لعندهم وحكته لصياح كلمتين طيرت له عقله ونزل بريحانه سف وضرب. يا وما عرفتيهم شو هن هالكلمتين؟ صدقيني ما عرفت. سعيد قومي احملي حالك وروحي لعند عفاف وفهمي لي منها شو كانت خاب صبت ام صافي ورجعي لعندي. من عيوني. بس جاي عبالي محلاية مطيعة. لا تطولي مسعيد. شهيرة خانو
قلتك شو عامله ريحانه حتى صياح ضربك لهالضرب؟ ليش انا مصدقه الكلام اللي سمعته من ام سعيد لحتى اعرف شو عامله ريحانه؟ اي والله معك حق، وانا كمان ما صدقتها لام سعيد. ارفعي عنه وشك يا بي. قولي شو هاد؟ قولي علامتي. لك مين ضربك هالضرب يا بي؟ صياح ضربني يا بي. وليش جاي يضربك صياح؟ اتهمني بشرفي يا بي. شو؟ اتهمك بشرفك؟ عطرك يا شام حبي يعطر قلبي عالي المقام فينك ما راح يتعني. عطرك يا شام حبي يعطر.